أنا مهاجر يا أمي لا تمنعيني ولا تبكيش علي ولا تجرحيني. صلوا على الحبيب إخواني. أنا مهاجر يا أمي لا تمنعيني ولا تبكيش علي ولا تجرحيني، ترى ما ظل الصبر بهالقلب ميل ما دام الروح ممزوجة بديني. يا أمي يا أمي هالطفل الصغير شعر راسه شاب من قبل أوانه صدقيني، والحجر والصخر لو وضعتي بهالقلب ذاب من عمل ابن صهيون اللعيني. يا أمي بدي أحكي قصة يا أخوة، الله واحد ما له ثاني، القصة قصة إنسانة عاشت في قديم الزمان، وأولها كان يا ما كان لها أربع صبيان، محمد وأحمد وغسان، وأصغرهم اسمه عدنان. لما كبروا هالصبيان شاهدوا غدر اللي قاموا، سألوا أمهم يا يما ليش ما إلنا بستان، وين أبونا يا يما؟ قلت لنا إنه رجعان، وليش منسكن بالخيمة من دون كل الجيران؟ قالت أمهم يا ولادي كالنا أجمل بستان، حرث أبوكم بدراعه زرع العنب والرمان، كله في وكله مي كله خضرة واطمئنان، وبجنبه لنا بيارة فيها الحامض والحليان، وفي البيارة بير كبير حفر أبوكم للعطشان، وقباله شارع طويل بينزل دغري على بيسان، على طرفه كله أزهار ورد وفل وقحوان، وبغربه كالنا بيت وقباله ساحة وميدان، وفي الساحة مربط للخيل لأبوكم شيخ الفرسان، فيه القهوة وفيه الهيل فيه حدة يا ما كان، كنا نقضي فيه الليل والقمر فوقنا سهران، منتسامر ونقول يا ليل والدنيا كلها آمان. كنتوا انتوا ولاد صغار تنزلوا عن البستان، تقطعوا من الأثمار تلعبوا مع الأغصان، مر بالزمن يا حبابي كبر العنب والرمان، لكن الظالم يا ولادي غادر ما إلو آمان، وهجموا علينا الأعادي ونزلوا من البدر النسوان، سقط أبوكم يا ولادي هو يدافع عن البستان، واللي استشهد استشهد وتصاوبوا كل السكان. اليوم كبرتوا يا ولادي صرتوا من رجال الشجعان، فلسطين بتستنى تستنى كل الفرسان، وفلسطين بتستنى تستنى كل الفرسان، وبتنادي هي ولادي حريروني من العدوان. اتطوع أحمد وغسان لحقوا محمد وعدنان، ونزلوا على فلسطين حملوا المدفع والقرآن عند حدود البيارة، والقمر يرسل لمعان عند حدود البيارة، والقمر يرسل لمعان، واستشهدوا في الغارة قابل ما يشوفوا البستان، واستشهدوا في الغارة قابل ما يشوفوا البستان، وعلى باب الخيمة وقفت ام احمد ام الشجعان، قالت يا ربي حمدك ما غيرك اني حمدان، وقالت يا ربي حمدك
ما غيرك إني حمدان، رايح أبكي ورايح أنوح لكن يا ربي فرحان، رايح أبكي ورايح أنوح لكن يا ربي فرحان.